وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس: إذا هم الواحد أن يتناول من ثمرها تدلت هي له حتى يتناول ما يريد منها وترجع إلى مكانها. وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله ما الكوثر، يعني أشنو هو الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، يعني هاد العيوب اللي كاينة في الدنيا ما تكونش في الآخرة، ولا يتغوطون، طعامهم ذلك جثاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وقال تعالى في شراب أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مزاجها كافورا أي يخالطها الكافور من الجنة، يفجرونها تفجيرا أي يجرونها إلى حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاءون. وقال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي كأس من خمر ممزوجة بالزنجبيل. وقال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طاهر ليس كخمر الدنيا، وتكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم، يعني ليس هنا، لا هناك، لا يوجد غائط ولا بول، وإنما إذا أراد الواحد حاجته خرج منه رشح يفيض من جلوده، من جلودهم كرشح المسك، فيضمر بطنه ويعاود الأكل والشرب. وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوى، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق أخلاقهم، يعني الخلقة ديالهم، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأخبر سبحانه عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم.